سي سمير لايف هذايا ناخذ دقيقه من وقتك. اي بالواقع كان تحب ولو قعدها سي بون لك طريفه. ايوه هذه صفحه تونس ضد الانقلاب. مرحبا. حابين نسالوك سي سمير على ما مدى نجاح المسيره نتاع اليوم، وشنو هو المضامين والا الرسائل اللي توجهت بها للرئيس قيس سعيد، الانصار قيس سعيد والا للخارج؟ بالنسبه للرساله واضحه، وجهت رساله نهار 13 ديسمبر، الجواب جاء اليوم نهار 17 ديسمبر. الرسالة هي أنه نحن نعيش في جمهورية قيس سعيد، جمهورية فيها رعاية فيها مواطنين، جمهورية فيها نمط جديد من الديمقراطية مازالت البشرية ما تعرفوش، اللي هو الديمقراطية غير التشاركية، فيها نمط جديد من الحوار كما الحكم من جانب واحد والحوار من جانب واحد، فيها استفتاء ما نص عليه حتى الدستور في العالم هو استفتاء إلكتروني. بالنسبة للنجاح قيد التحميل، لانه بدا وقفه وتوا مشيو الاعتصام، نحن حاليا مع تصميم ماناش في وقفه، وان شاء الله كلما توفرت الاراده النجاح هو الاعتصام ياتي في اطار التصعيد اللي حكاو عليه الجماعه، معناها كما جوهر كما سي الحبيب. انا ما نعتبروش تصعيد، نعتبره تصرف طبيعي، هذا انقلاب لا يحاول ولكنه يناور، ما يخافش من شعبه ولكن يخاف من الراي العام الدولي، علق اشغال دستور عام وما حلوش على خاطر خايف من التصنيف الدولي وخايف من رد فعل الدولي، يتصرف مع الناس ومع الاعلام تصريحات تشي جيفارا ولكن يبعث رئيس حكومته باش يفاوض مع صندوق النقد الدولي ويتكلم يقول باش نواصلوا مسار الثوره. شنو مسار الثوره اللي باش يتواصل؟ عبر تعطيل المؤسسات الدستوريه، البرلمان ودستور الثوره، وعبر سرقه حتى تاريخ الثوره، لانه في توطية الدستور اللي أعلن في الأمر 117 أنه مش باش يمسها، نقح فقرة منها اللي هي تنص على أنه الثورة التونسية ثورة الحرية والكرامة، 17 ديسمبر 14 جانفي، حب يزيف التاريخ هذا. فاليوم نحن جينا نهار 17 ديسمبر وقلنا رانا موجودين. سؤال أخير سي، حالة الانقسام اللي يعيشها الشارع التونسي شكون المتسبب فيها توا؟ احنا شارع الثورة نورمالمون التوانسة اليوم يحتفلوا، يكون الشارع مفتوح ومحلول للناس الكل، شنو اللي صاير اليوم؟ اللي صاير ثم حاجة طبيعية اللي هي ثم جماعة مساندين للانقلاب كما في كل أنحاء العالم، ولكن ثم حاجة نتحملوا فيها مسؤولية كلنا اللي هي الشارع المضاد للانقلاب هو بيدو مقسوم، لأنه قبل 25 جويلية كان ثم انقسام، كان ثم جزء منهم السلطة وجزء في المعارضة، جزء في الأغلبية البرلمانية وجزء في الأقلية البرلمانية، ما نجموش إلى حد الآن يتخلصوا من رواسب الانقسام هذايا، ولكن غدوة بعد غدوة الأسبوع الجاي لازم يتخلصوا، لأنه إذا كان باش يبقاو منقسمين المستفيد الوحيد هو باي تونس الحالي قيس سعيد. شكرا سي سمير. الله يخليك. عايشك بارك الله فيك.